انا اسمي ياسمين. انا والدي مامتي متوفيه، اخواتي متجوزين، ووالدي مش معانا. ودلوقتي انا البيت اتباع، ودلوقتي انا قاعده عند جارتي. البيت اتباع كان بقالي 10 سنين قاعده فيه، قانون جديد، فطبعا صاحب البيت خده وخد الشقه يعني. ودلوقتي حاليا انا قاعده عند جارتي، وانا دلوقتي ما فيش دخل ثابت يعني، ما عنديش شغل ثابت، ببيع حاجات على النت ولما تيجي بالطلب. انا مش عارفه اروح فين او اعمل ايه، وحاجات كتير كده يعني، مش عارفه اعيش الصراحه. ما بقدر السليم. بقالي كده 3 شهور اكتر. شقة تبع الاسكان. انا لفيت الدنيا كلها ومفيش. مش معقولة يعني الواحد هيمشي يعني مثلا شمال عشان يجيب شقة. بس انا دخت ومش لاقي حل، وما اقدرش اجيب شقة لنفسي، ما عنديش دخل ثابت. قدمت في اسكان ووزارة ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، في كلهم محدش رد عليا. انت دلوقتي قاعدة عندي دخت، فمش عارفة بقى، عاوزة حل يعني. ايجار؟ اشتغل، بدفع ايجار وكل حاجة. لا، هو صاحب البيت بقى، هي كان بقالي 10 سنين البيت ده اتباع، فصاحب البيت اللي جه اشتراه لازم يطلعني، لان انا قانون جديد، ما عنديش، مش قانون قديم، فهو ده حقه يعني ان هو يطلعني. بس ماليش دخل. كل واحد مع نفسه، كلهم مبسوطين بس مع نفسهم. فانا عاوزه حل يعني، عشان محدش يعني يقعدني اكتر من كده يعني. بس وربنا بقى يسهل ان شاء الله. رئيس السيسي، انا نفسي اوصله السيسي يسمعني. حد تاني؟ مفيش حد، محدش هيسمعني تاني.